الوزير الأول السابق أحمد يحيى يساق إلى السجن بعد مثوله أمام قاضي التحقيق للمحكمة العليا. يوم تاريخي غير مسبوق شهدته الجزائر بأول محاكمة لمسؤول رفيع بدرجة وزير أول. يحيى أو رجل المهام كما يلقب قضى 4 ساعات داخل المحكمة العليا، وبعدها أمر قاضي التحقيق بإيداعه الحبس الاحتياطي وسط ذهول المحيطين بالمكان وزغاريد هذه المرأة. هذه التغريده على يحيى ياكل السوبا، والعقوبه الاخرين ان شاء الله قاعد يقاش قاع برا قاع يروحوا للحبس قاع ياكلوا السوبا. هيا كان وزير اول سابق ومعه اكثر من 10 وزراء مذكورين لحد الان، ويمكن ان نشاهد وزراء اخر في القريب العاجل او في الايام المقبله، والقضايا بما انها طويله وعويصه ومتشابكه يمكن ان تاخذ اشهر. 4 حكومات قادها يحيى خلال عقدي حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. ارتبط اسمه لسنوات بأزمات ضربت اقتصاد البلاد، لكن بعد حراك 22 من فبراير أضيفت إلى سجله قضايا فساد وزج به إلى أروقة المحاكم رفقة عدد من الوزراء. التهم التي نسبت الى الوزير الاول احمد يحيى هي من كانت الطريق او مهد طريقه مباشره الى سجن المؤقت بالحراش. والاموال هذه اللي نهبوها لازم تتأمم للدوله، تروح مشاريع للدوله. سوء استغلال الوظيفه، منح امتيازات غير مشروعه، وتبديد المال العام، وتهم اخرى قد تطال يحيى الموقوف في انتظار مثول عبد الملك سلال وعدد من الوزراء والولاة امام قاضي التحقيق بعد ان احالت النيابه العامه ملفاتهم الى المحكمه العليا. صيف قضائي ساخن تقبل عليه الجزائر. ملفات رجال الاعمال الموقوفين تورط شخصيات كانت الى وقت قريب مصدر القرار السياسي والاقتصادي. القضاء مصمم على ما يبدو على إسقاط مقربين من الرئيس السابق ممن ضلعوا في قضايا فساد. عبد القادر خربوش، العربية، الجزائر.